للطاقم الطبي تحية تقدير وإجلال للجهود اللي عم بتقوموا فيها وللتضحيات بظل تفشي فيروس كورونا. نكبر بالتحية اللي قدمونا اياها، هذا بيكبر المسؤولية، بتكبر المسؤولية عنا والواجب انه نقوم بالقدر المطلوب انه نقدر نشتغل مع المرضى وللحد الأخير ونكمل المسيرة للأخير إن شاء الله. كل حدا منا عم بيقوم بشغله بواجباته، إن كان أطباء، إن كان تمريض، إن كان تكنيشن راديو أو كان المختبر أو كل العالم، اليوم عنا مسؤولية كثير كبيرة، إن شاء الله حنكون قدها، حنقدر نتغلب كلنا سوا على المرض ونكمل للأخير. بس عم يدور.